الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف حالكم يا أساتذة؟ فأنا بخير الحمد لله. طيب، كما اتفقنا في الأسبوع الماضي أن في اليوم نقدم دورة لغوية للتعزيز والتجديد الكفايات اللغوية لدى المعلمين والمعلمات، خاصة أننا الآن الطلاب هؤلاء مستقرون في بيوتهم، والبنات كذلك يستقرن في بيوتهن، فلذلك نحن نرتب تنسيقا جيدا وترتيبا جيدا وممتازا حتى نواصل معلوماتنا إلى هؤلاء الطلاب وقارئها. كيف ذلك؟ نعم، مهما كان الدراسة عبر الشبكة أو عبر الإنترنت أو الوسيلات الثانية، لكن ماذا؟ نرتب جهودنا وكذلك تنسيقنا للتدريس الجيد، وإن شاء الله خلال 4 أيام من بداية هذا اليوم حتى يوم الخميس نحن سنقدم لكم بفضيلة الشيخ خالد لإلقاء المحاضرة اللغوية، وأرجوكم أن تشاركونا في هذه المحاضرة مشاركة جيدة ومشاركة ممتازة، وكذلك نرجو لجميع المشاركين الحضور في الساعة الموعدة، كذلك وكذلك السؤال والجواب بعدين في نهاية المحاضرة إن شاء الله. طيب، لا كثير الكلام، فأقدم مباشرة لكم فضيلة الشيخ لإلقاء المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبد الله الصالح الأمين. نبتدئ جلستنا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قوله صادقا مستقيما. مستعينين بالله عز وجل في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجل، واحرص على ما ينفعك. جزا الله خيرا من نصح لهذه الدوره وهيئ هذا الجو وهذا المكان لاقامتها، كل باسمه وصفته. نحن كلنا في معهد واحد، وهو معهد من هذه الصحابة. لدى المعهد هدف يريد أن يصل إليه، وهو تحقيق الكفاءة اللغوية الاتصالية والثقافية لدى الطلاب والطالبات الذين يدرسون في هذا المعهد. وعليه فهو يحرص دائما على تعزيز كفاءة المعلمين والمعلمات ليرتقي بهم إلى مستوى جيد، وإلى مستوى يحقق يعني يحقق الغاية المرجوة والهدف المرجو. وكثير منكم قد حضر كثير من الدورات، سواء مباشرة أو غير مباشرة عن طريق النت. لذلك دورتنا في هذه اليومين لا بد على الجميع أن يشارك فيها، في كل نقطة وفي كل فقرة الجميع يدلي في رأيه ويدلي بمشاركته حتى تكون دورتنا نشطة وحتى يستفيد الجميع. عنوان هذه الدورة كما ترون تعزيز
كفايات معلمية ومعلمات اللغة لغير الناطقين بها. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ معلم اللغة يعد هو المرتكز الأساسي واللبنة الأساسية بل القاعدة الأساسية في العملية التعليمية. كما ذكر الأستاذ عفان في الدرس الماضي أو في المحاضرة السابقة أن العملية التعليمية تدور حول ثلاثة نقاط، حول ثلاث نقاط: المعلم والمتعلم والمنهج، المادة التعليمية. نحن لن نتكلم عن المتعلم ولا المادة التعليمية فإنها قد أعدت إعدادا قويا، وكذلك المعلم الكفر هو الذي يستطيع أن يسد الخلل الحاصل في المادة التعليمية لما يراه مناسبا ويتناسب مع مستويات الطلاب العقلية ومستوياتهم التعليمية. إذن المعلم هو الشيء الأساسي في العملية التعليمية، تدور حوله عناصر أساسية وثانوية، هو الذي يحركها وينشطها وينظم أولويات التدريس وأولويات ما يلقيه لطلابه حتى يمكنهم من مهارات اللغة والتحدث باللغة. المعلم إليه ينسب الفضل في نجاح أهداف التعليم، كما إليه ترجع أو يرجع السبب في إخفاقها، إما أن يكون سبباً في النجاح وإما أن يكون سبباً في الفشل. مهما تكن المناهج مبنية على أسس علمية فإنها لا تحقق أغراضها إلا إذا قام بتطبيقها معلم كفء. ويمكن كما ذكرنا أن يصلح المعلم بعض الثغرات في المناهج حتى ولو لم تكن مبنية على أسس علمية واضحة. إذن المعلم ما هو دوره؟ يبني بمهاراته وممارساته أسس وقواعد وثقافة لغوية، ولتطبيق هذه القواعد والأسس لا بد له من تطوير ثقافته ومعارفه باستمرار. المعلم الناجح كما ذكرنا هو الذي لا يقف عند مستوى معين، هو الذي يحاول أن يزداد من المعارف والمهارات والثقافة باستمرار. أما المعلم الذي يكتفي بإلقائه المحدد ويكتفي بمعلوماته المحددة ولا يسعى ويبحث عن ما هو جديد في هذا المجال لا يحقق نتائج إيجابية، تبقى نتائجه محصورة في قدر ما ونجاحه محصور في قدر ما. كذلك كثير من المعلمين يشتكون، وهذا الجميع، أنا أعلم وأحاول وأجتهد ولكن أرى أن الثمرة والنتيجة ليست بالدرجة المطلوبة. نقول هنا لا بد أن تعيد النظر في تدريسك، ولا بد كذلك أن تحاول أن تبحث عن ماذا نقول، أن تبحث عن المشكلات والمشاكل التي تؤدي إلى هذه النتيجة ونوجد لها حلول. من أبرز الحلول وأهم الحلول التي نفتقدها هي البيئة اللغوية، صناعة البيئة اللغوية، أن يكون المعلم قدوة في الحديث والتكلم بالعربية مع الطلاب داخل الصف وخارجه. إذا لم يكن هذا الأمر لن نحقق نتيجة مرجوة أو نتيجة كبيرة. البيئة اللغوية، أن يكون المعلم قدوة في الحديث بالعربية داخل الصف وخارجه. أيضا الأنشطة اللغوية داخل الصف، المعلم لا يبقى في تدريسه على وتيرة واحدة، لا بد من أنشطة لغوية داخل الصف. كيف تعلم الأصوات؟ كيف تعلم المفردات؟ كيف تعلم التراكيب؟ أنشطة لغوية، مسابقات لغوية في الفصل، لا بد أن تجعل الطالب يتفاعل ويحب المادة بما تأتي به من ماذا؟ من إعداد، وبما تأتي به من ألعاب لغوية ومع ممارسات لغوية داخل الصف. أيضا الأنشطة اللغوية خارج الصف، مسابقات، حلقات وملصقات. الحلقات اللغوية شيء مهم، لا بد من تقسيم الطلاب إلى مجموعات
وكل مجموعة نجعل عليه مشرف. هذا المشرف يتابع العملية التعليمية، يتابع مستوى تطور الطلاب في التكلم والتحدث والتخاطب باللغة العربية. يكون لديهم حلقة، كل طالب يبقي ويتكلم باللغة العربية. كذلك استخدام، لما قلنا الملصقات، تخيل أن الطالب في المعهد يسمع المتكلم الأستاذ يتكلم باللغة العربية، يخرج يلقى أمام ملصق باللغة العربية، يدخل يلقى أمام ملصق باللغة العربية، زميله هو صديقه يتحدث باللغة العربية، هنا ستحقق نتيجة ممتازة جدا و100%. سيحصل انتقال نوعي وتقدم كبير في التكلم والتحدث باللغة العربية. استخدام جميع الحواس في التعليم وتعويد الطلاب على ذلك. عينك ترى اللغة، وأذنك تسمع اللغة، اللمس وتذوق وحركة، وكل هذا اللغة العربية، حينها نحصل نستطيع أن نصل إلى النتيجة المطلوبة، والمدرس يجد أثر ما درسه في الصف واجتهد وحاول أن يصل إلى أعلى مستوى، يجد له ثمرة في وقت قليل، في وقت قليل وفي جهد أقل عندما تكون البيئة بيئة لغوية. لابد قبل أن ندخل في الدورة أن نعرف من الغايات ومن الأهداف التي نرجوها من هذه الدورة. أولاً التعرف على صفات معلم اللغة الناجح وطريقة تعليمه. ثانياً معرفة حاجات متعلم اللغة وكيفية تحقيقها. التعرف على مهارات اللغة وعناصرها. التعرف على كيفية تقديم الدروس اللغوية. التعرف على كيفية إجراء التدريبات اللغوية. التمكن من تطبيق تدريس المهارات والعناصر اللغوية. نحن هنا سنأخذ الدورة المبسطة حول عناصر اللغة وحول مهارات اللغة. كما ذكرنا الجميع يشارك والجميع يقدم ما يريد أن يقدمه، وكذلك سيكون هناك تدريس مصغر، كل معلم يبحث له عن موضوع ويحاول من خلال هذا الموضوع أن يطبق إحدى المهارات أو إحدى العناصر التي تكلمنا عنها. الجميع سيشارك ومن خلاله يكون التطبيق. مشاهدة التعليم الصحيح، التطبيق الفعلي للتدريس، حسن عرض المادة التعليمية. لماذا دورات تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها تكثر هذه؟ كثيرة جدا دائما، والإنسان لا يتكاسل ولا يتوانى أن يبحث عن كل ما هو جديد في هذا الجانب، وكذلك أن يستحضر معلوماته وأن يراجع معلوماته في هذا الجانب في كل وقت. دائما في خلال هذه الدورة وهذه العطلة، الحمد لله ربما كثير منكم قرأ وشارك في دورات فيما يتعلق بهذا الأمر. أولا قلنا لماذا دورات تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها؟ لرفع كفاءة المعلم إلى درجة المتخصص أو قريب منه. ثانيا ليكون التعليم صحيحا كما تسير عليه اللغات الأجنبية الحية. ثالثا لتوفير الوقت. رابعا لتوفير الجهد. إعداد المعلم، الجانب اللغوي، هناك إعداد على المعلم نفسه أن يسعى إلى تحقيقه وأن يسعى إلى رفع مستواه فيه، لا تقف في مكان ما. المعلم الناجح هو من يقرأ في كل يوم في مجال تخصصه. المعلم الناجح هو من يسعى في كل أسبوع وفي كل يوم إلى ما هو جديد وإلى ما يطور أداءه وعمليته التعليمية في كل يوم. أيضا الجانب التربوي، نحن لم نقف عند هذا الأمر، لأن هذا يحتاج إلى محاضرة. كفاية المعلم تسمى كفايات المعلمين التربوية والتعليمية والثقافية. لكن بالنسبة للجانب الثالث، الجانب الثقافي، أرى أن نضيف جانبا رابعا نحتاج إليه في هذه الأيام كثيرا، وهو الجانب التقني. الجانب التقني
هذا الآن أصبح شيئا مهما. معلم اللغة، وطرق من هو معلم اللغة؟ من هو معلم اللغة؟ ها من يشاركنا؟ من هو معلم اللغة؟ أحد لديه مشاركة؟ لديه جواب؟ تفضل يا أما في ظاهر السؤال نقول من يعلم مادة اللغة؟ وهو معلم اللغة. ولكن ننظر إلى معلم اللغة لمن يمارس على التعليم العربية ويمارس في حياته اللغة الفصحى. أحسن ما شاء الله. نعم هذا هو معلم اللغة. هو من يمارس عملية تعليم اللغة لغير المعروفين بها. هو المتخصص في هذا المجال. إذن هو قال المتخصص في علم اللغة التطبيقي. يعني علم اللغة أي لغة، أي لغة العربية أو غيرها، عندما تدرس لأشخاص آخرين لديهم لغة غير هذه اللغة لابد من ماذا؟ اللغة التطبيقية، جانب الممارسة والحديث والكلام، ثم يأتي بعدها جانب ماذا؟ القواعد. معلم اللغة هو المتخصص بتدريس اللغة لغير الناطقين بها، الممارس لمهنة تدريس العربية للناطقين بغيرها، المتابع للتدريب على تدريس العربية للناطقين بغيرها. لا يقول قد استمعت إلى دورة من هذا المجال، لا، يمارس، يحاول، ربما أجد طريقة، ربما أجد شيئا جديدا في الدرس القادم في هذه الدورة في هذا الشيء. في خلال هذه الفترة أنا حضرت ثلاث دورات، دورتين يعني مشارك وحصلنا على شهادة فيها، ودورة مستمع فقط، يعني هذا غير الدورات التي فاتت وكنا نطلع على ماذا الجديد فيها. المعلم دائما يبحث عما يغير عمليته التعليمية. ما سمات معلمي اللغة الناجح؟ صفات معلم اللغة الناجح: أولا يحرص على تحديد أهداف كل درس وتحقيقها. أنا عندما أدرس مسألة ما أو قضية ما لدي هدف، ماذا أريد اليوم تحقيقه؟ أريد اليوم من الطلاب أن يجيدوا نطق حرف الصاد أو يفرقوا بين الصاد والسين، أريد منهم في هذا الدرس أن يجيدوا نطق حرف العين، وأن نعرف المقابل له، والذي كثير من غير العرب ينطق حرف العين وهو حرف ماذا؟ الهمز، أفرق بين العين والهمز، ع وها، تطبيق. إذن هذا هو هدفي. ما الوسائل وما الطرق التي أسلكها وأتخذها حتى أحقق هذا المطلب؟ سواء من إلقاء، سواء من مشاركة الطلاب، سواء من ماذا؟ ألعاب لغوية، أي يعني يحاول أن يبحث عن كل الوسائل والطرق التي تحقق هدفه. في نهاية الدرس أرى كم يعني ماذا حققت؟ ما هي النتيجة المرجوة التي أطلبها؟ وهل استطعت الوصول إليها أو أحاول ماذا؟ الإعادة مرة ثانية وثالثة. أيضا من سمات المعلم الناجح يعطي لكل درس حقه بما يحقق الهدف الأساس أولا ثم الأهداف الفرعية. يستثير الدافعية لدى الطلاب. هناك طلاب أذكياء لديهم قابلية للاستماع، لديهم قابلية للفهم، يستطيع أن يتكلم وأن يتحدث. لابد أن أراعي الفروق الفردية ما بين الطلاب. أدخل لدي درس حوار، أقرأ الحوار والكل يردد معي، ثم شخص أو شخصين يقرأان الحوار، هذا يعتبر نقص وخلل. لابد أن أعرف طريقة نطق الأصوات وطريقة الحوار من جميع الطلاب. أحاول في درسي أن أجعل الجميع يشارك، لا أتكلم أنا فقط. في العملية التعليمية خاصة للغة الأخرى من الخطأ أن يتكلم، أن يأخذ المعلم أكثر الدرس كلاما. خذ ثلث أو ربع من الحصة وجميع غالبا للطلاب، حاول أن تشرك الجميع. أجعل هذا يتكلم وهذا يتكلم، الوقت لا يكفيني، أجعل هذا يقرأ نصف الحوار وهذا نصف الحوار، أربعة أو اثنان باثنان
أو واحد بواحد ثم بقي يقولون أجعل الجميع يشارك. إياك إياك أن تقتصر على اثنين أو ثلاثة في الفصل هم الذين يتكلمون، هم الذين يجيبون، هم الذين يدعون الحوار. لا، الجميع يشارك، الجميع يشارك. وأسأل الجميع عندك وعندك أسأل، وأجعل الجميع يسأل. يعلم أنه منمي مهارات لا ناقل معلومات، أما المعلومات هو سيسمعها من أي مكان. لا، أنا أريد ما الهدف الأساسي الذي أقوله أنا للمعلمين وأقوله للطلاب، هو أن نمكن أن نعطي الطالب الملكة والقدرة على الانطلاق. أنت لن تستطيع أن تعطيه كل المعلومات أبدا، أنت ستعطيه المفتاح، ستعطيه الملكة، ومن خلالها الطالب ينطلق في عمليته التعليمية، وسيذكرك إذا وصل إلى مرحلة أن يكون معلما أو يكون مهندسا أو يكون طبيبا، سيذكر طريقة تدريسك. إلى الآن قد انتهينا من الدراسة الجامعية والماجستير، ومن قبل حوالي 5 سنوات ما زلنا نذكر معلميننا في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة المتوسطة والثانوية كان لهم دور فعال في تعليمنا. ليس المعلم هو الذي ينقل لك المعلومات، وإنما المعلم هو الذي يعطيك فكرة، يعطيك مهارة، يعطيك ملكة على الانطلاق. هذا هو المعلم الناجح. يعلم أن دوره التوجيه ودور الطلاب هو الغالب كما ذكرنا. نقرأ سريعا حتى ندخل في عناصر اللغة التي هي المطلوب والمرجو دراسته في هذا المجلس. من صفات المعلم الفاشل أن يستولي على معظم الوقت في الدرس، وهذا نسمعه كثيرا، ولكن تذكيرا بأهم المرتكزات وخاصة ونحن في بداية الدور، في بداية التعليم وفي بداية الدراسة، نعيد ونستحضر منطلقاتنا ومبادئنا التي سنمشي عليها خلال عمليتنا التعليمية. من صفات المعلم الفاشل هو السائل وهو المجيب في غرفة الصف، هو الذي يكتب على السبورة وهو الذي يقرأ، هو الذي يشرح الكلمات ويعطي الأمثلة. نعم، والطلاب كالمتفرجين على مسرحية بطلها الوحيد هو الأستاذ. طرق تعليم اللغة لن نقف عندها، لأن هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دورة كاملة، يعني محاضرة، اللي هي طريقة القواعد والترجمة، والطريقة المباشرة، والطريقة السمعية والشفهية، والطريقة الاتصالية، ثم الطريقة الابتكارية. لكن قبل أن ندخل في عناصر اللغة، وهم يسأل السائل ما هي الطريقة المناسبة للتعليم؟ أنت تريد أن تعلم المتعلم الصوت، أريد أن أعلم الطالب مفردات جديدة، أريد أن أعلم الطالب تراكيب، من خلال ماذا أقول؟ من خلال الهدف الذي أريد تحقيقه أتخذ الوسيلة. إذا الطريقة المناسبة في التعليم هي الطريقة الانتقائية والتوليفية، هذا كل له رأيه، يعني الطريقة الانتقائية أن المعلم يحدد الطريقة التي تحقق الهدف، ليس هناك طريقة مثلى. طبعا طريقة القواعد الترجمة يستفيدوها خاصة لأن المعلم له أخرى، لكن ليس هناك طريقة مثلى من الطرق الباقية أستطيع أن أمشي من خلالها فقط، وإنما هذا يعتمد على الهدف المراد تحصيله. ما الهدف الذي يريد المعهد تحقيقه؟ أن الطلاب يستطيعون التكلم باللغة العربية بطلاقة مثلا. إذا فأتخذ الطريقة المناسبة لما يحقق على
لما يحقق هذا الهدف في كل موقف تعليمي. لكل موقف تعليمي طريقته المناسبة. اليوم سماء، أريد أن أحقق اليوم الطالب فهم الصوت، الطالب فهم المفردة، الطالب أراد أن يعرف كيفية كتابتها، ما الطريقة التي سأستخدمها في الكتابة؟ ليس الشبهية أبدا، وإنما طريقة ماذا؟ ما يتعلق بالكتابة مثلا المباشرة أو غيرها، أو طريقة القواعد ربما، طريقة القواعد، لأن لدينا قواعد بالنسبة للإملاء. عناصر اللغة، عناصر اللغة، من يقول لنا ما معنى عناصر اللغة؟ عناصر هنا عنصر أو مضمون. عنصر أو مضمون. مضمون، جميل جدا. غيره كذلك. ما المراد بعناصر اللغة؟ ما المراد بعناصر اللغة؟ مكونات اللغة، أساسيات اللغة. أي لغة من اللغات هي عبارة عن صوت وماذا؟ صوت ومفردة وتركيب، وتركيب. أي لغة من اللغات هذه هي عناصرها. نعم، هي موجودة هناك عناصر اللغة ومهارات اللغة. أصبحت ماذا؟ التراكيب. وهنا مهارات اللغة. كلام. ما هي مهارات اللغة؟ كلام. الاستماع. نعم، أريد أن نربط الاستماع. نعم. الاستماع. والكلام. والكلام. الكتابة والقراءة. والقراءة والكتابة. الناس نبدأ في عناصر اللغة، لكن لن يستطيع الإنسان أن يحقق المهارات إلا إذا أتقن العناصر اللغة. من خلال عناصر اللغة تستطيع السيطرة والتحكم بماذا؟ بالمهارات، وتستطيع أن تحقق فيها نتيجة قوية وفعالة. إذن عناصر اللغة المقصود بها مكونات اللغة، أساسيات اللغة. لا تقوم اللغة إلا بهذه العناصر الأصوات. كذلك نسأل سؤال، ما معنى الأصوات ومعنى الصوت؟ ما معنى الأصوات ومعنى الصوت؟ ما هو الصوت؟ واضح؟ نعم، كل ما يخرج من الفم، النطق، نعم، هو كل لفظ حكي به وخرج من بين الشفتين. نعم، هذا هو الصوت. إن تعليم اللغة بصفة عامة واللغة العربية بصفة خاصة يوجب الوعي بأصواتها. فإذا كانت اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فإن تعليم اللغة لا يمكن تصوره دون الإدراك بهذه الأصوات المشكلة لها. فعلى المدرس أن يدرب المتعلمين على النطق الصحيح لأصوات هذه اللغة، وعليه فهو حريص على أن يكون في أعلى مستويات الكفاءة باستحضاره المعارف اللسانية، لا كغاية في حد ذاتها، وإنما مجرد وسيلة لبناء كفاية لغوية لدى متعلم اللغة العربية. لماذا؟ ويتكلم الآن قبل أن ندخل في هذا، لماذا الحديث عن أصوات اللغة؟ لماذا الحديث والكلام عن أصوات اللغة؟ قلنا أنتم قد
أحضرتم دورات كثيرة ولكم مجال وباع في التدريس، فالجميع يشارك معنا. لماذا ندرس الأصوات؟ ها؟ حتى لا نخطئ الكلام. حتى لا نخطئ؟ لا نخطئ. حتى لا نخطئ الكلام. جميل جدا. ها غيره. لماذا الحديث عن الأصوات أولا؟ لماذا الكلام في أول العناصر عن الأصوات؟ لأن بعض الحروف يشبه بعضها بعضا، تشبه. نعم، لأن هناك أحرف في لغة غير موجودة في لغة، أحرف جديدة عليها، أحرف متقاربة متشابهة، هذه أحرف سهلة ويسهل تعليمها، لكن هناك أحرف جديدة وصعبة. الجهاز النطقي لدي يحتاج إلى تمرين ويحتاج إلى تعويض. كذلك لماذا دراسة الأصوات أولا؟ ما الذي كان طفل يعني الطفل يتكلم يسمع صوت أولا ثم يتكلم يسمع ثم يتكلم. جميل جدا. السماع هو الأساس. يسمع الطفل أول ثم يتكلم. إذا من خلال هذا القول يسمع الطفل أولا، لأن الكلام هو الأساس، لأن السماع هو الأساس أو الصوت هو الأساس في تعليم أي لغة، ولأن من أجاد الأصوات كانت عنده شجاعة وقدرة على الكلام. من استطاع أن يضبط الصوت كانت لديه شجاعة وقدرة على الكلام. التدريب على نطق أصوات اللغة هو المظهر الصحيح والطريق الأمثل لتعلم اللغة الأجنبية وإتقانها. هذا الحرف عندكم حرف العين. حرف العين نحن لدينا في الحرف ثلاثة أشياء. لدينا في الحرف ثلاثة أشياء، ما هي؟ أنا عندما أعلم طلاب جدد ماذا أعلمهم؟ ماذا أعلمهم في الصوت؟ النطق فقط. ثم ننتقل إلى مرحلة ماذا؟ الكتابة. إلى مرحلة الكتابة. في الحرف لدينا ثلاث أشياء. اسم الحرف. ها؟ وماذا؟ اسم الحرف. ها؟ وماذا كذلك؟ نطق الحرف. نطق الحرف. ولدينا في جانب الأصوات من الذي درس؟ في جانب الأصوات من الذي درس؟ النطق. أنا لا أهتم بالكتابة، يكتب في أول، نعم في أول الكلمة هكذا، ويكتب في وسطها هكذا، ويكتب في الأخير إذا كان في كلمة متصلة هكذا، وإذا كان في كلمة يعني أمرك متفرقة في الحروف هكذا في الأخير. مثلا ألف ثم يراع مثلا أو أي أو شاع. هذه أنا الآن لا أركز عليها، لا أخرج للطلاب بين الرسم وبين الصوت. لا بد من التدرج، التدرج في كل شيء حتى يتمكن الطالب من ضبط اللغة وإتقانها. نطق الحرف، أركز في المستوى الأول المبتدئ على نطق الحرف. اسمه عين، الجميع يعرف، لكن الاسم غير النطق. عين، اسم هذا الحرف سين، اسمه يقول سين، لكن كيف ينطق؟ س. وكيف ينطق؟ بحسب إذا انتقلنا إلى الشكل، س وسي وسو، لكن نبدأ س، وهذا ح. أنا أريد أن أعلمه الآن صوت الحرف ح. ح، أكرر الصوت وأجعل الجميع يكرر معي، كل جماعيا ومفردا كذلك وفرادا. هذا هو المهم، لأن هذا الكتابة سيأتي في وقت متأخر، في وقت بعده، سيأتي بعد الحرف. انظر حرف العين كيف ينطق وكيف يميز منطوقا. ع ع نعم، حرف
كتابة ثم ذكر لك كيف يكتب في مواضع الكلمات، في مواضع الكلمات. أنت هنا المدرس يعلم هذا الشيء، لكن سيأتي تنبيه هذا له في الأخير. دائما لما يقرأ المدرس ويتعلم قضية الفرق ما بين الصوت والكتابة، الفرق ما بين التمييز التعرب الصوتي والتمييز الصوتي والتجريد الصوتي كما سنأتي عليه، لا تعلم الطلاب هذه الأشياء، هذه لك هي. الطلاب لديهم الجانب ماذا؟ التطبيقي، الجانب التطبيقي. أركز على هذه القضية، لدي معلومة حول التدريب في التعليم، لدي معلومة حول التدرج في التعليم، ماذا أعلم؟ ماذا أعلم؟ لا تجمع بين أحرف كثيرة، لا تجمع بين، لا تخلط ما بين الصورة والرسم وما بين النطق، وابدأ بنطق الحرف منفردا منفردا، فإن استطاع نطقه تبدأ تدخله في ماذا؟ في كلمات، في كلمات. إن أولا أتعرف على الصوت، أتعرف على الصوت، ما هو صوت هذا الحرف؟ ثم بعد ذلك ماذا نقول؟ التمييز، نميزه ما بين، ما بين الكلمات، ما بين الكلمات. آتي له بكلمة فيها حرف العين أو أي حرف أريد دراسته في هذا اليوم، ثم أستمع إليه، ثم أستمع إليه، ثم يأتي معنا الأخير وهي قضية التجريد الصوتي من خلال النصوص، من خلال النصوص. بين تعليم الأصوات وتعليم الحروف، وهذا أشرنا إليه. تعليم الأصوات يهتم بنطقها لا بطريقة كتابتها. تعليم كتابة الحروف يهتم بكيفية كتابة الحرف في مواقعه المختلفة، في أول الكلمة، في وسطها، في آخرها، ومفردا. ماذا يعلم من أصوات اللغات؟ ماذا يعلم من أصوات اللغات؟ ماذا يعلم من أصوات اللغات؟ هذا قد أجاب عنه الأستاذ. نعم، قد أجاب عنه الأستاذ وهو من يتكلم. ماذا يعلم من أصوات اللغة؟ ماذا يعلم من أصوات اللغة؟ الأحرف لدينا أحرف ماذا؟ متشابهة وأحرف جديدة، وأحرف جديدة. الأحرف المتشابهة لا تحتاج إلى وقت كثير ولا تحتاج إلى جهد كثير، وتعلم بطريقة غير مباشرة، لكن الأصوات الجديدة تحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى أن نعلمها بطريقة مباشرة. تعلم جميع أصوات اللغة هو يتعلم الجميع، لكن الوقت الكثير يكون لماذا؟ للجانب الصعب، للجانب الصعب. قال والسهل بطريقة غير مباشرة، ما الفرق ما بين الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة؟ ما الفرق بينهما؟ ما لديه كلام؟ ما الفرق بين الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة؟ المباشرة مباشرة بتلقين ربما ملاحظة أو بغير الوسيلة، وسيلة جهاز الطريقة المباشرة ما ذكرت جميل جدا، وهو تعليم الصوت أو المفردة. نحن نتكلم الآن عن الصوت، تعليم الصوت المراد تعليمه مجردا بالتركيز عليه. مثلا كلمة حرف، أعطونا حرف مشترك ما بين لغتنا ولغتكم. حرف الهمزة مثلا، الألف عندكم ينطق الأ، نعم ينطق أ، ينطق أ، هذا لا يحتاج إلى تركيز. لا أقول أ وأجعل الطلاب مباشرة في الكلمات يفهمونها مباشرة، كلمتين ثلاث كلمات، هذه طريقة غير مباشرة، يعني غير مركز عليه. طريقة مباشرة مركز على الحرف، مركز على الحرف كيف ينطق. أجعل الطلبة جميعا، الطلاب جميعا والطالبات يستطيعون أن ينطقوه نطقا صحيحا، لا أنتقل إلى درس آخر وإلى صوت آخر حتى أعرف أن الجميع قد تمكن من نطقه نطقا صحيحا. إلى الآن تجد كثير من الطلاب ينطقون حرف الدال زي، نعم ينطقون حرف الدال زي.
لماذا تصعب بعض الأصوات؟ هذا ما ذكرتموه، وهو أن هناك أصوات مشتركة ما بين اللغة الأم واللغة الأخرى، هذه سهلة جدا، ولكن هناك أصوات جديدة. بالمقارنة بين أصوات اللغة الأم واللغة الهدف، نجد أن أولا مماثلة أو مشابهة في بعض الحروف، مماثلة أو مشابهة، ولكن متغيراتها ليست مماثلة. اللام والراء ربما موجودة في اللغة الأخرى، لكن كثير النطق، التفخيم والترقيم، هذه لن تكون صعبة في الدرجة الثالثة وهي الأصوات الجديدة. ستكون الصعوبة فيها نوعا ما، لأن أصل الحرف لديه، أصل الحرف لديه. المدرس المتمكن هو من يستطيع التمييز ما بين المهم والأهم، ما بين الذي يحتاج إلى حصة وأكثر، ما بين الذي يحتاج إلى نصف حصة وأكثر. تقسيم مواد دراستي، تقسيم الحصص بحسب الأهداف المطلوبة، هذا حاول فيه واجتهد فيه. أنت ستتعب في السنة الأولى، لكن سيصبح بعدها عليك سهلا ويسيرا جدا، بل ستزداد كفاءته، وستأتي بأشياء أخرى، ربما تأتي بطرق وأساليب لم تذكر في أي كتاب. نعم، أنت استطعت أن تبتكر أسلوب، لأن أنا أعرف الهدف فالوسيلة، لدي وسائل معروفة ولدي وسائل مبتكرة، أنا الذي أبتكرها وأتي بها. الصعوبات الصوتية، الصوارف القصيرة والطويلة، هذا يحصل فيه إشكالية كبيرة. نحن عندما نعلم الحرف يتقن، ونبدأ نعلم ما يتعلق بالحركات وما يتعلق بالمدود، لا بد تركز على هذا الأمر. مثلا كثير هنا يتكلم لما تأتي إلى اسم فاطمة يقرأونه فاطمة، لا نعم يكسرون مباشرة، وكلمة باري بني أو هكذا كلمات لا يعطون الحركة مقدارها، هذا تسمى حركات طويلة التي يلتصق بها حروف المد سواء الألف أو الواو أو الياء. وكثيرا ما من خلال سمعي أرى الإشكال هنا، كثيرا ما يقع في الألف، جامعة يقول جامعة، في البداية كنت لا أفهم ما يقول، أو أنا أتكلم ويكتبها يحصل الخطأ حتى في الكتاب بسببه، يكتبها بدون ألف، والجامعة أقول جامعة جامعة. أن تتعود على النطق الصحيح ستعرف الكتابة الصحيحة. أنا الشمسية وأنا القمرية، والتفريق بينهما يتم من خلال مثال. ربما لا أتطرق للقاعدة، ما بعده حرف مشدد وما ليس بعده حرف مشدد. ربما مثال تنطق القمر، الشمس، ولذلك سميت قمرية وشمسية، الشمس، أي كلمة تدغم شمسية، أش، نعم، وال عندما أنطق اللام ويتحرك به لسان ال، ما تسمى على أصوات التنوين والنون جديدة، تحتاج إلى تركيز وانتباه حتى يفهم الطلاب. اكتب كتاب يعطيه الأخير نون، في الأخير نون، لابد من التمييز والتفريق ما بين الصوتين. الأصوات المتشابهة، وهذا سنأتي عليها، الأصوات المتشابهة، نعم، كلمة سار وصار، وكلمة طار وثار، الحروف المتقاربة والمتشابهة يجد الطالب فيها صعوبة، كالطاء والتاء، والسين والصاد، والدال كذلك والتاء. قال ملاحظات مهمة، إيادة نطق الأصوات هو المدخل الصحيح لتعلم اللغة. الطرق وتعليم الأصوات، يعني ما هي الطريقة المناسبة؟ قلنا المعلم حر في اختيار الطريقة المناسبة التي تحقق الهدف والغاية المطلوبة. أنا لدي هدف أحققه، فأنا حر في اتخاذ الطريقة والوسيلة. لكن المعلم ليس لديه معرفة بالطرق، هناك أعلمه الطرق.
استخدم الطريقة المباشرة، استخدم الطريقة السمعية والشفهية، يقول أنا لا أحقق نتيجة، دله على الطرق ليستخدمها أو يستخدم إحداها، ربما يجد فيها الحل لمشكلته. ثبات أصوات العربية، وهذا شيء من مميزات اللغة أن أصواتها نعم ثابتة. لا بد من التدريب والتكرار فرديا وفئويا وجماعيا. هذا نقول للطلاب، لا بد من التكرار ولا بد من الممارسة. وكذلك نحن كمعلمين لا بد علينا من الممارسة، لذلك كان هناك قول ابن خلدون وهو يتكلم، يعني نعم يبين معنى كلامه أن اللغة لتحصل البلغة والتمكن منها لا بد من الممارسة، حتى الطلاب العرب الذين يجيدون اللغة إذا لم يقرأ كثيرا تجد الثروة اللغوية لديه محدودة، ويحفظ كلمات كثيرة جدا لكن محدودة. فما بالك عندما تكون اللغة عليه جديدة، لا بد من القراءة والاطلاع باستمرار حتى تكون لديك ثروة لغوية تتمكن من خلالها من تقديم المفردات وتقديم التراكيب بصورة سليمة. أنا أعطيهم تركيبة اليوم، قرأت كتابا ثم أعطيه، يعني قرأت كتابا، قصيدة، قصة، حكاية، رواية، أعطيه كلمات كثيرة. اشتريت ماذا؟ يكون لديه كلمات كثيرة جدا، وهذا سيأتي معنا في أحد التراكيب. ننتقل مباشرة، وهذا قد تكلمنا عنه نقراه سريعا. أهم أنواع تدريبات الأصوات ثلاثة: التعرف الصوتي والتمييز الصوتي والتجريد الصوتي. التعرف الصوتي: نطق الصوت وتمييزه، نطق الصوت وتمييزه، يبدأ مفرد ثم في كلماته ثم في تركيبه. قال: وفي مفردات يستحسن أن تكون معلومة لدى الدارس. نتكلم عن حرف العين ع، آتي له بكلمة أدخلها أولا الحرف منفردا حتى يتمكن من نطقه، أدخلها بكلمة، آتي له بكلمة جديدة جدا نعم لا يفهمها، عن أي كلمة لا يفهمها أدخل فيها هذا الحرف. هو الآزل سيبحث عن ماذا؟ عن معنى الكلمة، لن يركز على الهدف المطلوب وهو نطق الحرف، وإنما سيبحث عن معنى الكلمة. هذه كلمة جديدة مثلا عربة، لكن لا يفهمها. عربة ما هي عربة؟ طالب جديد لا يفهم معنى عربة، عربة لا، تأتي بكلمة قد سمعها تكرارا ومرارا، والأفضل أن تكون ماذا؟ والأفضل أن تكون من الأعلى. اسم، أحد يختلف الاسم ما هي؟ الجميع متفقون على علي، عمر. انظر هنا يقول: ما الفرق بين المجموعتين؟ الفرق عليكم هذا، من يتكلم؟ ما الفرق بين المجموعتين؟ لا نعم، الجميع تكلم، أول ما قلنا لا بد من المشاركة، لا بد من المباركة حتى لا بد من تكلمنا أولا عن التعرف الصوتي وما زلنا فيه، التعرف الصوتي، ما الفرق بين المجموعتين؟ من خلال ما قرأناه آنفا. الأسماء، الصوت الأسماء. فوق نعم، فوق الأعلام، الأسماء، جميل جدا. لابد أن يعرف معنى كلمات. إذا النطق من خلال تدريس الصوت أو النطق الحرف، ما الأفضل في الأمثلة هذه؟ ما هو الأفضل أن أستخدم؟ هل المجموعة الأولى أو الثانية؟ التعرف الصوتي الآن أدخله في كلمات، حرف الحاء، الحاء بماذا يختلط حرف الخاء هنا؟ حرف الحاء بالهاء، بالهاء، فيقول نعم محمد، يقول أحمد،
وهسان يحاول إذا ضبط النطق من البداية سيستمر في نطقه صحيحا. بداية التدريب الصوتي، التدريب الصوتي مهمة جدا، مهمة جدا، والأفضل أن يكون المدرس هو المتمكن من نطقه، أو يأتي كذلك بوسائل أخرى وهي ماذا؟ مثل المختبرات الصوتية والتسجيلات أو غيرها. لكن أنت عندما تكون متمكن وتمشي ما بين الطلاب وتسمع هذا وتسمع هذا، إن أحيانا تكون بعيد فلا تسمع النطق سويا، تظن أنه قرأها صحيحة صحيحة. ولا بد كذلك نقطة مهمة أركز عليها وقد كررتها مرارا، وهي ما المراد تدريسه في هذا اليوم. إذا كان ليس المراد تدريس الأصوات، ربما لا أركز على هذه القضية كثيرا، أركز على هدفي. حرف الحاء أحمد، محمد، حليمة، حفصة، أجعله يأتي بمفردات، أجعله يأتي بمفردات في هذا الحرف، في هذا الحرف كثيرا. هذا سنتكلم عنه في المفردات، يعني نقطة و يعني ممارسة في داخل الصف ربما وجدناها ممتازة ونافعة. التمييز الصوتي، إدراك الفرق بين صوتين، بينهما تداخل، وتمييز كل واحد منهما عن الآخر. الثنائية الصغرى، ما المقصود بالثنائية الصغرى؟ قد سمعتم هذا كثيرا، ما المقصود بالثنائيات الصغرى؟ نعم، ما المقصود بالثنائيات الصغرى؟ ما المقصود بالثنائية الصغرى؟ الثنائيات الصغرى هي الكلمات المتشابهة في النطق في نطق كثير من الحروف ومختلفة في معنى. كلمة صار وسار، يعني ألف تميز ما بينهما، كلمة صار وسار، وكلمة مثلا ثار وزار. أنا عندما أتكلم عن الصاد لا بد من فرق بينه وبين السين، سنقول صار وماذا وسار حتى يتمكن من النطق الصحيح ولا يغلط عليه صوتين. لما أقول هذا وهذا، ربما في البداية هو يقول هذا وهذا، لأنه يعني يحول حرف الحاء إلى حرف ماذا؟ الهاء. إذا لابد من التركيز في الأصوات الجديدة والأصوات الصعبة التي تدرس بتركيز، بعد أن نتكلم عن الصوت ثم المفردة ثم إدخالها في أعلام، ثم كذلك نأتي إلى قضية التفريق ما بين الصوت والصوت المقابل المتشابهين في النطق والمختلفين في المعنى. انظر الآن الصوت الهدف، الصوت البديل، الصوت الهدف ح، هذه أصوات جديدة، وح وط وص، ع مقابلها ا، بعد أن أجعله ينطق الحرف ع أأتي بماذا؟ بالمقابل، فأجعله يكرر معي ع و ع و ا بصوت جماعي وبصوت فرد، بصوت فرد، حتى أخرج من الدرس وأنا على قناعة بأنه وصل إلى النتيجة المطلوبة. ح و ه، ط و ت، ص و س. التمييز الصوتي، انظر هذه الكلمات، حال وهذا، حال وهذا، حال وهذا، ساحر وساهر وساهر. التجريد الصوتي، كان القدرة على تمييز الصوت ونطقه نطقا صحيحا في السياق الكامل. انظر الحرف اولا ثم المفردة ثم التقابل ما بين الاصوات، ثم نأتي الى قضية جمل صحيحة مستقيمة. والافضل عند التطبيق للطلاب ان نستعمل ماذا في الجمل؟ الاعداد الطبقية. الافضل
تدريس الأطفال أن نستخدم الآيات القرآنية، وأكثر من خدم علم الأصوات هم القراء، أكثر من خدم علم الأصوات هم القراء. التجريد الصوتي، انظر الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. الآن حصل الحق، يعني عندما يكرر الطالب هذه الآيات يخرج ولديه قدرة على نطق حرف الهاء نطقا صحيحا. هل أعالج الأصوات معالجة مباشرة أو أكتفي بالمعالجة غير المباشرة؟ ها، هذا مشاركة ومداخلة. أعالج الأصوات معالجة مباشرة. جميل، أحد لديه رأي آخر؟ غير مباشرة. كلاهما. كلاهما؟ كيف يعني كلاهما؟ نحن من خلال الآن، من خلال ما تكلمنا عنه آنفا، ومن خلال ما قدمناه، من خلال قبل الآن ما تكلمنا عنه، ما النقطة؟ يعني من هل أعالج الأصوات معالجة مباشرة أو غير مباشرة؟ نعم. غير محدد. إيه. نعم. الحدث لما يكون كثير ربما نرجع إلى طريقة القواعد والترجمة. وهي طريقة تقلب. هو سيربط ما سطر القواعد. سيربط القواعد. هذه تدريس القواعد له نقطة أخرى أو له محاضرة أخرى ربما. القواعد يعني شيء مهم، ولكن لا أتكلم عن القواعد ولا أدرس القواعد في البداية أبدا. القواعد سنأتي إليها. الأصل في اللغة، ما هو الأصل؟ اللغة أو القواعد؟ الكلام أو القواعد؟ الكلام سيأتي معنا القواعد. تجعل الطالب بمفرده يستنتج القاعدة، بمفرده يصير القاعدة. هذا في تدريس النحو، ربما نسيت معنا في تدريس النحو كيف أدرس القواعد؟ أنا لدي درس القواعد، كيف أدرس القواعد؟ أركز على الأمثلة، أجعل الطالب يكرر الأمثلة، كرر وأكثر من النماذج والتطبيقات والتركيبات. ماذا تلاحظ؟ ماذا تلاحظ؟ كان الطالب نشيطا، ماذا تلاحظ؟ فلان أكثر من الأمثلة، وأجعل الهدف المرجو بتغيير ماذا؟ لون الخط، وحاول أن أبتكر طرق وأساليب. هنا لن يخطئ الطالب أبدا، لن يخطئ الطالب، لأن نحن أما إذا استخدمنا طريقة القواعد والترجمة نترجم لغته ولغته الأخرى ونعلم قاعدة سنعلم عن اللغة، يقولون وليس تعليم اللغة، سيكون تعليم عن اللغة وليس تعليما للغة. إذا قال أعالج الأصوات معالجة مباشرة إذا كان الطلاب عددهم محصور، أعالج الطلاب بالمعالجة غير مباشرة إذا كان الطلاب عددهم محصور، أعالج الأصوات معالجة مباشرة إذا كانت الأصوات جديدة وصعبة، أعالج الأصوات نعم بطريقة غير مباشرة إذا كانت سهلة وهو متعود ومتمرس على نطقها. لماذا؟ حتى أكسب كثيرا من الوقت. ليس كل حرف أقعد عنده وأعلمه بطريقة مباشرة وأكرر سيذهب الوقت على حساب الدراسة الأخرى والتي في تكنيك. التدرج والتسلسل في التعليم مهم، مهم جدا، وهذا إذا تساعد المعهد معنا في التدرج في المادة واستطاع المعلمون أن يكونوا متكاملين ومترابطين. نحن الآن هذه الدورة ربما بعضهم يقيم دورة لعدة معاهد، ربما سيتكلم عن نفس هذا الكلام، لكن نتكلم عن موضوع أخرى كوننا في معهد واحد. لابد أن نتكلم عن المشكلات والصعوبات التي تواجهنا ونحاول من إيجاد حلول لها.
قبل الدراسة وبعد الدراسة، ولا بد أن يحصل ترابط وتكامل ما بين المعلمين وسيأتي معنا مدرسو العلوم مثلا الدينية، لا بد كذلك أن يستخدموا اللغة العربية. هي صعب قليلا لكن في المراحل المتقدمة، المراحل مثلا طلاب الصف الحادي عشر والثاني عشر، أستطيع أن أدرسه اللغة أو الدين باللغة العربية. لماذا أستخدم فقط اللغة الأم؟ والآن سيقرأ لو فتح كتاب باللغة العربية كتاب دين لن يفهم. فأنا عندما أعلم كتاب الدين باللغة العربية سيفهم المصطلحات والتراكيب والجمل المستخدمة في الكتب الشرعية، فيستطيع أن يفهم في أي كتاب يقرأه يفهم، ويستطيع أن يترجم ما كان موجودا بالعربية في العلوم الدينية، يستطيع هو أن يترجمها لغيره لمن يعلمهم ممن ليس له أهمية اهتمام بدراسة العربية، خاصة طلاب اللغة. أنا أقصد طلاب اللغة عندما يدرسون العلوم الدينية لا فرق بينها وبين اللغة العربية، واللغة العربية عندنا من الدين، اللغة العربية بلسان عربي مبين. الترجمة جميلة ومهمة لكن حاول أن تجعل أحيانا الدرس كله بالعربية، حاول أن تخلط ما بين العربية والإنجليزية والترجمة هذا في تدريس العلوم الدينية. أما تدريس العلوم العربية واللغة العربية لا يجوز الترجمة، لا يجوز الترجمة خاصة في طلاب الثانوي، يعني نقول الصغر والتاسع والعاشر، لكن في البداية ترجم بعض الكلمات، ليس كل الكلمات في الأخير، حتى الكلمات الصعبة لا تحاول أن تترجمها، قل له ابحث عن هذا المعجم، من خلال بحثه في المعجم سيطلع على عنوان المعجم أولا، سيطلع على كلمات المعجم، سيطلع على موضوعات وعناوين المعجم، ربما ينتبه لكلمة ما قد مرت عليه، انظر هذه الكلمة قد مرت عليه، كيف مرت؟ من خلال البحث والاطلاع. أخيرا توجيهات لتدريس الأصوات، عالم صوتا واحدا فقط في الدرس الواحد، أريد أن أعلمه الحاء والهمس، نعم حرف العين وحرف نقول الحاء وحرف الطاء وحرف الدال كلها في درس واحد، سيخرج بلا فائدة، كمن يدخل المكتبة وليس له هدف محدد ماذا يقرأ، هو متمكن من العربية لكن يدخل ليس في عقله هدف ماذا يريد أن يقرأ، فيدخل يأخذ هذا الكتاب ولا يقرأ حتى فيه ويأخذ هذا الكتاب ويعيد هذا الكتاب، تنتهي نصف الساعة أو الساعة ولن يحصل أي هدف. ماذا تستفيد؟ إيش؟ لا تخلط سبحان الله حتى في تدريس الفقه وتدريس، تعطي الشيء الذي تحتاجه، أتكلم عن لديك طلاب جدد، لديك مجموعة في المسجد، أتكلم عن أقسام المياه، ماذا أريد بأقسام المياه وطاهر ومطهر وطاهر ومطهر ومستعمل ومقر، ما أريد هذا الشيء، أقول الماء الذي تتطهر به هو الماء النظيف الصافي الذي تشربه، انتهى الكلام. كذلك هنا دائما أطهر وأنا نقول تكتيس المعلومات لا يعطي فائدة، تدرج. كذلك يأتي إلي الطالب في الصف العاشر، هنا لا أعلمه معلم ولكن مراجعة سريعة، نطق الأصوات المفروض يكون قد أخذها أي في الصف السابق في الصف الثاني، أي نقول لا بد من التدرج ولا بد من تحديد منهج واحد نسير عليه من البداية إلى النهاية حتى نحقق نتيجة مطلوبة مرغوبة، وهذا يقلل الفروق الفردية بين الطلاب التي ينبغي مراعاتها سيقللها، لكن الطلاب جدد في الصف العاشر هذا درس العربية سنوات وهذا لم يدرس يعني قليلا وهذا متفوق، يحصل للمدرس إشكال كبير جدا على أي وتيرة، ويحاول بقدر الإمكان أن يراعي الجميع، لكن في الأخير تكون النتيجة ربما أقل من المطلوب، لكن لو تعلم في البداية الأصوات
وتعلم المفردات وكيف يبحث عن المفردات، تعلم كيف يركب الكلام. في الصف الحادي عشر تركيب الكلام من أحسن الجمل البسيطة، ما زال يجد فيها إشكالية، لا يرتب ما بين الفعل الماضي ومثلا المضارع ونطقه، يتكلم عن أمر ما حدث فيأتي بفعل مضارع، يتكلم عن أمر سيحدث ويقول ويأتي بفعل ماضي مثلا يقول ذهبت إلى المسجد، يريد أن يقول سأذهب أريد الذهاب، ذهبت إلى المسجد متى ذهبت؟ ويريد أن يتكلم فهنا لابد من التفريق والتدور. لذلك نقول الدورات والمناقشة وحلقات تعليمية للمدرسين لا بد منها، لا بد منها. لا تخلط تدريس الأصوات بتدريس الكتابة، لا تربط الأصوات بالمرسوم قراءة وكتابة، لا تغفل شيئا من تدريبات الأصوات الثلاثة التي هي ماذا؟ تعرف وتمييز وتدريب. لا تذكر أمام الطلاب المصطلحات التخصصية. أنا أدرس أقول نبدأ الآن بالتعرف الصوتي، ننتقل الآن إلى التمييز، هذا لا تذكره، هذا لك أنت أسلوب وطريقة تتخذها في التعليم. لا بأس أن تذكرها عندك في دفترك أو في ورقة حتى أتمكن من التدرج في تدريسي. ولا بأس من ذكري أنا ذكره، لا تشرح المخارج والصفات النظرية. وهذا الصوت صوت السين يخرج من كذا وكذا ولديه صفات كذا وكذا، هو لا يفهم كلمة صفات، لا يفهم كلمة أمس ولا جهر ولا، وأنت تذكر له مخرجه شوشت عليه، خلطت له بين المعلومات. اجعل لا قال لا تقتصر على مجرد التعرف على الصوت وتمييزه عند سماعه، بل اجعل طلابك أن تقوله. هذا هو الهدف، ليس الهدف أن أشرح، الهدف أن يتكلم هو، أن ينطق هو، وإلا لو كان يعني الغرض فقط نقل معلومات وكلام سلفي بأي مدرس، أي مدرس نقول تكلم اقرأ افتح واقرأ وانتهى الدرس، لا 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 بد من تحقيق النتيجة. قدم درسك في حدود الوقت المتاح، تذكر أنك معلم للمبتدئين لا مدرب للمعلمين. هل هناك مداخلة أو هناك إضافة في هذا الشيء قبل أن ننتقل إلى العنصر الثاني وهو المفردات وكيفية تدريس المفردات؟ شكرا جزاكم الله خيرا لما قدمتم لنا. ما نساقكم لدينا الفصول كما قلتم بأن في الفصل هناك طلاب متقدمين وطلاب قد لم يتعلموا العربية بالنسبة للأصوات، تعليم الأصوات. هل لصف واحد مثلا هناك 30 طالبا في الفصل، هل لابد فقط منهم أن ينطق صحيحا بالحروف، أو بنسبة مثلا 80% في الفصل يكفي؟ لماذا؟ لأن كالدوام أو حصة قليلة ما يكفي للجميع، كيف طريقة مناسبة لأن نجعل جميع طلاب ينطقون الأصوات نطقا صحيحا ومع مراعاة الحصة؟ أولا بالنسبة للطلاب، بالنسبة للطلاب الجدد لابد يعني إذا استطعنا أن نوجد لهم دورات تعليمية قبل هذا الشيء حتى نركز على الأساسية فقط، نركز على الأصوات. إذا حصلنا وقت للدورة ليس ننتقل إلى قضية أخرى، هذا أولا دورات متقدمة للطلاب المبتدئين. ثانيا نحن نقول يجعل الطلاب الجميع يشاركون بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. المدرس من خلال تعليمه، المدرس لابد أن يدير صفه إدارة ناجحة. كيف ذلك؟ أن يعرف مستويات الطلاب جميعا. ماذا أستفيد من ذلك؟ الآن الكل يقول الآن 30 طالب، إذا جعل كل طالب يشارك ربما لا يسرني الوقت، ربما لا يكفي الوقت لدرس المتاح،
أقول أنت من خلال تدريسك عرفت مستويات الطلاب. اليوم لن أجعل الطلاب المتميزين يشاركوا مثلا يشاركوا في النطق الجماعي. أنا أعرف أن نطقه سليم وصحيح فأعطي الفرصة لمن نطقه غير صحيح وغير سليم. فهناك أجعل عدد محصور يشارك. من الذي يشارك؟ الذي يشارك الطالب أقل كفاءة وأقل نطقه. في يوم أجعل طالب أو طالبين فقط من الطلاب المتمكنين من النطق حتى يسمع الطلاب البقية، ثم أجعل أقل مكان المستوى يتكلم. الطلاب الأذكياء والمتوسطون أجعلهم يشاركوننا في النطق الجماعي، في النطق الجماعي. حتى كذلك أيضا من الحلول أن أحيانا مثلا 30 طالب ولديه درس في القراءة أو درس في المفردات كثير، فلا أجعل الجميع يقرأ، لا أستطيع أن أجعل الجميع يقرأ. بالنسبة لي أنا أجعل الجميع يقرأ يعني كل طالب ولو يقرأ مثلا فقرة، لكن طلاب أقل كفاءة في القراءة أجعل له نصيبا أكبر في القراءة. وربما أحيانا الطلاب المتميزون لا أجعلهم يقرأ، لا أجعلهم يقرأ، أجعل يقرأ صدق أو لا أجعل يقرأ، ثم أجعل الطلاب مثلا أقول لديه مستواهم أقل أجعله هو الذي يقرأ. أحاول بقدر الإمكان أن أجعل الجميع يشارك بهذه الطريقة بحيث أستطيع أن أقول الطلاب يستطيعون نطق الحق سليم. ثم بعد ذلك الطلاب خرجوا أكيد لن تبقى الحصيلة بأبدا، ستنقص، ستجد الدرس الثاني تعمل. وهذا فائدة ماذا؟ المراجعة قبل الدرس الأول. أخذنا في الدرس الماضي حرف العين، كيف ينطق حرف العين؟ ولكن على هذا يرفع الدرجة ربنا نركز على بعض الطلاب. أشرك ما بين الطلاب ثم نركز على الطلاب والطلاب. ناقش في الحرف الدرس الذي أخذنا ماضيا، كيف ينطق؟ أدخلها في كلمة، أدخلها في جملة، آية مثلا، ثم أنتقل إلى الدرس الجديد مباشرة. لن تبقى الحصيلة هي هذا يؤدي إلى الطالب كذلك. وكذلك نقول يحث الطالب على الحرص وعلى الاهتمام وعلى المتابعة. ارجع في البيت كرر هذا الحرف في كلمات 100 مرة، يعني كثير مرة حتى يقول أنك مجبور، أنك مجبور. اللغة هذه تعلم اللغة واللغة تكررها حتى يقال أنك بدأت بالجنون، وإلا لن تتعلم، لن تتعلم. هناك شيء آخر؟ أو مداخلة مثلا يفيدنا بشيء من خلال تجربته. ربما بعضكم لديه خبرة في التعليم وبعضكم قد حضر دورات في حب هذا المجال. ننتقل إلى العنصر الثاني وهو المفردات. نعيد ونكرر نقول كل من شارك معنا هنا في قضية التدريس المصغر يشارك. تأخذ عنوانا موضوعا ما وتطبق من خلاله أحد عناصر اللغة أو أحد مهارات اللغة التي سيتم دراستها إن شاء الله وعرضها من خلال هذه اليوم. ماذا يراد بالمفردات؟ أنت الآن عندما تقرأ هذه المجموعات أي مجموعة منها يسمى مفردات وأي مجموعة منها لا يسمى مفردات؟ ما الذي تدرسه من هذه المفردات وما الذي لا تدرسه؟ نعم لديكم المجموعة الأولى أحمد علي خالد تركيا مصر. هل هذه مدرسة للمفردات؟ لماذا؟ لأنها أعلام. وما معنى أنها أعلام؟ أليس هي نطقا وكلاما؟ يعني
هذه اللغات، ليس محمد عندنا غير محمد عندكم، ولا علي عندنا غير علي. فالأعلام معانيها ثابتة في أي لغة. ما الذي يختلف في الأعلام؟ ما الذي يختلف في الأعلام؟ ها؟ ما الذي يختلف في الأعلام؟ عينه. عينه. محمد كثير. لا نعم محمد لا أقصد أنت. لا أقصد الأشخاص. أقصد من خلال تدريس التعليم. من خلال العناصر، من خلال الصوت هذا لم يختلف. فلا تجد من عندك محمد في اللغة العربية غير من عندك باللغات الأخرى يغير فيها. من ينطق إبراهيم وإسماعيل وأي اسم وأحمد وخالد وتركيا ومصر تجد النطق يختلف. فلذلك نحن قلنا في الأمثلة في الأصوات الأفضل أن نستخدم ماذا؟ الأعلام، لأن مفهومة لديه لن يبحث عن معناها ويركز على ماذا؟ على الصوت. كلمة قلم المجموعة الثانية قلم وكتاب ويأكل وكلمة في وكلمة على، هل هذه مفردات؟ نعم هذه مفردات. فهذه الكلمات لها معان تختلف من لغة إلى أخرى. السلام عليكم وعليكم السلام هذه المجموعة الثالثة، ومع السلامة الحمد لله في أمان الله. هل هذه مفردات؟ ها؟ هل هي تراكيب؟ المجموعة الرابعة محمد طالب سعيد يكتب الدرس يسافر وسافر بالطائرة. جملة مفيدة. هذه جمل التراكيب الأخيرة. الأخيرة تراكيب. تراكيب. والثالثة أول ما يبدأ يدرس هنا يعني ما يتعلق بالحوار يفهم السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ من أنت؟ ما اسمك؟ من أين أنت؟ هل هذه تسمى مفردات؟ هي المفردات ما تسمى لكن ما تسمى؟ هل تسمى تراكيب؟ هل تسمى عبارات؟ تعبيرات؟ تسمى تعبيرات. تعبيرات. هل يمكن أن تدخل في ظن المفردات؟ هذا تعبير يستخدم للتحية، مفردات تستخدم للتحية. وسبحان الله هذه الطريقة الصحيحة هي قضية الحوار، ونبدأ بالأشياء هذا نقول التي نستخدمها في حياتنا اليوم. هذا سيأتي معنا في اختيار المفردات، لابد أن نختار المفردات المستعملة في حياتنا اليومية، لا نأتي بمفردات بعيدة وجديدة على بداية التعلم ثم ننتقل. كذلك نتدرج في تعليم المفردات. أما إذا كلمة السلام عليكم وعليكم السلام هذه تعبيرات يمكن أن تدخل في ماذا؟ في المفردات. لكن محمد طالب وسعيد يكتبون هذه سنأخذها في ماذا؟ في التراكيب. في التراكيب. إذا كان الأولى لا يشملها لأنها أعلام أذكرها. الثالثة تعبيرات والأخوة تلحق بالمفردات في التعلم فيشملها. الرابعة تراكيب لا يشملها. متى يتحقق تعلم الكلمة المفردات؟ كان المفروض أنا سآتي بهذا قبل أن سآتي بهذا بخصوص اختيار المفردات قبل هذا. متى يتحقق تعلم الكلمة في الترتيب؟ رتبها حتى يتحقق تعلم الكلمة ثم أسس اختيار الكلمة، لكن سأبدأ بها. اختيار الكلمة نختار الكلمة الشائعة. الكلمة الشائعة. أبدأ بالمفردات آتي بأفعال سهلة، كلمات يعني يعيشها الإنسان ويعيشها الطالب في محيطه وفي بيئته، كرسي وقلم وماسة وسبورة وطالب ومعلم وأستاذ. نعم. لا أتي وأقول له مثلا يعني كلمة عن دليل، كلمة مفتوح، كلمة نعم من ضده هو لا يعرف، كلمة سهلة ويسيرة ثم ننتقل إلى ما هو أصعب منها. الشيوع، الارتباط بحاجات الدارسين التعليمية، لماذا أنا أختار المفردات التي لها ارتباط بحاجات الدارسين وأيضا ارتباط بعالمهم المعرفي ومستواهم العلمي.
من يقول لماذا؟ لماذا عندما أختار هذه الكلمات التي لها ارتباط بحاجات الدارسين ومعارفهم ومعلوماتهم وتتناسب مع مستواها العمري؟ لماذا؟ حتى يستطيع تكرارها وممارستها فعليا نحرم ويفرق هذا باب وهذا كتاب وهذا قلم واشتريت كتابا ورايته وهذا يكررها تكرر الكلمات في حياته اليوم. الاهميه الاتصاليه هذا سيرتبط بالاساسين الاولين او الثلاثه الاولى للشيوخ والارتباط بحاجات الدارسين. اهميه اتصاليه الفصاحه والحروبه اكيد لا اهي لهم بكلمه غير فصيحه. اقول افهم هذه الكلمه. نعم كلمه عاميه وهذه من ضمن الاشكاليات التي تحصل في التدريس. نحاول بقدر الامكان ان نبتعد عن عاميتنا. طبعا العاميه انتشرت بشكل كثير. الناس ما تتكلم الا العاميه. الناس العاميه نعم العاميه المصريه فقط البلاد. متى يتحقق تعدد الكلمات؟ متى يتحقق تعلم الكلمة؟ أنا أدرس اليوم مفردات، لدي مفردات قليلة، لدي مفردات أريد أن أعلمها. متى أقول أن الطالب قد تمكن من الكلمة؟ قبلها كيف أدرس المفردات؟ تدريس المفردات وهذا سيأتي معنا، إما بماذا؟ بالإشارة أو الصورة أو الشرح أو التمثيل، سيأتي معنا نتكلم عنها. الالعاب اللغويه داخل الفصل وداخل الصف لا بد منها طالب يشرح الكلمه لا ينطق الكلمه يشرح الكلمه والطالب الثاني يقول انت تقصد كذا. طالب يمثل بحركه فعليه وطالب الثاني انت تقصد كذا. طالب يرسم مباشره الطالب الثاني يأتي في الكلمه. انا في اليوم الواحد ادرس كم كلمه كم مفردات؟ ما هو اقصى من خلال تدريس الصف أرى مستوياتهم العقلية وقدراتهم الذهنية، فمن خلالها أستطيع أن أحدد كم يستطيع أن يحفظ من المفردات. لا تكثر، لا تجعله عدد محصور يتناسب مع قدراتهم. لا تكثر من المفردات لا نحصل بشيء. جلسة كبيرة أردت أن أتعلم اللغة الإندونيسية جمعت 300 كلمة في اليوم الأول حفظت 15 كلمة في الموسيقى في اليوم الثاني. هذا خطأ. لابد من كلمات قصيرة، كلمات ماذا نقول محدودة واستخدامها في السياقات اللغوية. حينها لن ينساها الطالب. أعلم ثلاث كلمات أربع كلمات نطقا تقوم الآن فهم معناها، استطاع أن يميزها كتابة، استطاع أن يربطها بالسياق اللغوي. قم مثل، تكلم حول هذه الكلمة. كلمة قلم ما هذا؟ قال هذا قلم بعد أن عرفته عليه. هذا قلم. عرف ماذا؟ النطق، وعرف المعنى، وعرف أن يكتبها أدخلها في جملة. طبعا هذا للمتقدمين قليلا، للمبتدئين أكتفي. أنا أعطيه ماذا؟ التركيب ربما. أقول هذا قلم، يكررون معي، يعرف أن هذه جملة، هذا قلم. اشتريت قلما. انتقل تركيب آخر. اشتريت يكررون. كتبتم بماذا؟ بالقلم. استخدامات الكلمة واحدة. لذلك نقول لا تكثر من الكلمة. لا تكثر لأنك ستعلمهم بنطقها، ستعلمهم كذلك بمعناها، ستعلمهم باستخدامها في السياق اللغوي ماذا نقول جيد ومناسب لعقولهم. ثم ننتقل إلى قضية ماذا؟ الكتابة. كيفية كتابتها؟ هذا زي ما معنا في مهارة ماذا؟ مهارات الكتابة، مهارات الكتابة. قال متى يتحقق تعلم الكلمة؟ نعيدها سريعا نطقها. الطلاب ينطقونها نطقا صحيحا، فهم معناها، ما معنى كذا، ما هذا، ما هذا الشيء. استعمالها في السياق اللغوي الصحيح، استخدام الكلمة المناسبة في السياق المناسب، هجاؤها وكتابتها، معرفة طريقة الاشتقاق منها. هذا سيأتي معنا
من الصور التي نعرف بها الكلمة، وهي الاشتقاق. مر معنا في نص قصير، مر معنا كلمة كلمة دارس، وهو مثلا لا يفهم معناها. ما معنى كلمة دارس؟ تأتي له بماذا؟ بمشتقاتها. ما هو الفعل منها؟ درس. نعم، أفهم معنى درس. درس يدرس، وهذا المصدر منها، المصدر تفهمها مباشرة. المفردات نوعان، نشيطة وخاملة. ما معنى نشيطة وما معنى خاملة؟ واضحة. هاتي من عندكم. صراحة أنا أتيت هنا وأريد الجلوس وأريد أن أستمع لكم. أريدكم أنتم الذين تتكلموا. لديكم معلومات ربما أكثر منا كثيرا من خلال تجربتكم وممارساتكم وحضوركم الدورات. المفردات نوعان، نشيطة وخاملة. ما معنى نشيطة ومعنى خاملة؟ نشيطة كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال، مستعملة بشكل كثير. وخاملة غير مستعملة. هذه بكلمات غير مستعملة بعيدة. وهذه تجدها ربما، أنا أقول المدرس أحيانا يغير بعض الجمل الموجودة في النحو. يأتي بمثال، يأتي بمثال على تطبيق قاعدة معينة، ويأتي بكلمة غريبة جدا بعيدة. يعني قد هي معناها، معناها ولو حتى في معنى موجودة، ولكن استعمالها أصبح حتى غير موجود في الدول العربية مثلا. نعم نعم. مرة هنا في كتاب النحو، في كتاب النحو تقريبا ما أدري الصفحة 11 أو 12، كلمة يسألني أحد الطلاب عنها، أول مرة، أول مرة أسمع هذه الكلمة. بحثت عنها وجدت معناها في كلمة أخرى أسهل وواضحة ومنتشرة ومشتهرة. أنا الآن لا أذكرها، يعني هي ما يتعلق بالقطن. وسأو نعم، ما يتعلق بالقطن هي كلمة. ما معنى هذه الكلمة؟ لا أدري، أول مرة أسمعها. ووجدت كذلك أنها أين تستخدم؟ في بلاد الشام، في سوريا، غير مستخدمة في بعض يعني الجزيرة الخليجية موجودة عندنا في اليمن، كلمة جديدة. لذلك الطالب الآن يريد أن يربط هذا التركيب والمعنى، ومعنى الكلمة لديه بعيدة كل البعد، كل البعد. تأتي كلمة بسيطة، كلمة سهلة في درس الفاعل، قال محمد ما نعم كتب خالد في درس المفعول بكلمات وتراكيب سهلة وبسيطة. أساليب بيان معاني المفردات، هذه كنت كذلك كتبتها في ملف وورد، يعني بأمثلة أكثر، أكثر من يعني موضحة أكثر من هذه الطريقة. بيان ما تدل عليه الكلمة بإبراز عينها، هذا من ضمن الأشياء التي قلت عليها الطلاب كثر. كيف أستطيع أن يجعل الطلاب كلهم يفهمونها مباشرة؟ إذا قلت قلم، طلاب جدد، وأقول ما هو القلم هذا؟ هو هل يحتاج إلى وقت؟ لا يحتاج إلى وقت. شيء غير موجود وهو من الكلمات الجديدة، إذا استطعت أن أخبره أجعله في حقيبتي. هذا نعم جوال مثلا، هذا هذه سماعة مثلا، هذا كلمة ميكروفون أو سماعة، هذا ما أي كلمة جديدة واستطعت أن آتي بصورة لها وأمكن ذلك أفضل. سيأخذ عليك وقت أقل. دائما المعلم يبحث عن توصيل المعلومة بجهد أقل ووقت أقل. سيأتي معك كلمات ويأتي معك تراكيب وتأتي معك دروس تحتاج إلى وقت، إلى وقت ماذا؟ أطول وأكبر. فلا أستغل، فأستغل، فأستغل ما أستطيع إيصاله في وقت أقل، يعني بصورة مناسبة. هذا قلم انتهينا، هذا جوال انتهينا، هذا كتاب انتهينا، هذا مكتب، هذا كرسي، هذا نعم كمبيوتر أو لابتوب أو ما يسمى محمول، نعم انتهينا من ذلك. عرض صورتها إن كانت محسوسة طائرة. وهذا يعني تكلمنا عن مرارا، الطلاب في الصف السابع لا بد أن يستخدم معهم هذا الجهاز لتعليمهم المفردات. صورتها مباشرة لن ينساها، سيحصل على ذخيرة لغوية في وقت أقل وفي جهد أقل. صورتها تمثيل المعنى، فتحت الباب، افتح الباب، أغلق الباب، مفهوم الآن؟ تمثيل المعنى، تمثيل الدور،
مريض يشكو، ألم في رأسي، ألم في بطني، ألم هكذا، تكفين الدواء، ذكر المتضادات، ذكر المتضادات، ليل ونهار، قائم، ما معنى قاعد؟ لا يفهمون، أقول هي عكس، لكن يفهمون عكس أو ضد، فهموا المعنى مباشرة، ذكر المترادفات، ذكر المترادفات، الكلمة التي لها أكثر من اسم، كلها تدل على شيء واحد، تداعي المعاني في العائلة تذكر الكلمات زوج وزوجة وأولاد، تداعي المعاني في المعهد يسمع كلمة مدير، مدير في المعهد معنا طالب ومعلم ومدير وإدارة، يفهم من خلال فهمه للتركيبة يفهم المعنى، ولا أحتاج أن أقول هو شخص يقوم بإدارة مؤسستي، وروح يعني اذهب وماذا نقول؟ اجرع له معنى كلمة مؤسسة ومعنى كلمة إدارة ومعنى كلمة تحتاج إلى وقت كبير وطويل. ذكر أصل الكلمة ومشتقاتها كما ذكرنا لكم، ذهب يذهب، ذاهب وذهابا ودرس، شرح معنى الكلمة بالعربية، إذا لم أستطع أن أوصلها، وهذا شرح الكلمة بالعربية، انتبه معي، شرح الكلمة بالعربية لا يكون إلا للمتقدمين، لا يكون إلا للمتقدمين، لأنه قد فهم بعض الكلمات وبعض التراكيب وبعض المعاني. أشرح له معنى مثلا، آتي إلى كلمة وكان الشعر، وما هو الشعر؟ الشعر، آتي لهم مثال، ربما هو يحفظ شعر ولا يمكن أن يسمى شعرا، نبيت أن رسول الله أو أوعدنا والخلف عند رسول الله، لا نبيت، أي كان السعاد فكم لي اليوم مدخول ومتجه مثلها لم يزد مدخول، أو تأتي له ببيت يحفظه، مكن فؤادك حيث جدا من الهوى، هم يحفظون هذا البيت، نعم. أي هذا هو الشعر، من يفهم أقول هو كلام جميل موزون، فهم أشرح له ماذا؟ لله معنى الكلمة بالعربية، ما معنى كلمة ماء ربما أمثلها، ربما هنا أمثلها، أي كلمة لا تصلح لا أستطيع بيانها من خلال إبراز عينها، ولا من خلال الصورة، ولا من خلال التمثيل، ولا من خلال ذكر المترادفات، نأتي إلى الشرح. وهذا الفهم يقول أريد أن أشرح، اليوم لدينا كلمات جديدة، لدينا كلمة ماذا نقول؟ لدينا كلمة مسجد، لدينا كلمة معطف. يذهب ويبحث عن المعجم، معطف، المعطف هو الرداء الذي تلبسه في كذا وكذا، أطلت عليهم أطفت عليه، ربما الطلاب المتقدمين يفهمونه، لكن هنا أستطيع أن آتي به بصورة مباشرة بالصورة أو بماذا المثال أو، لكن نتكلم عن التعريف عندما لا نستطيع أن نعلم الكلمة لا من خلال إبرازها ولا صورتها ولا تمثيلها، نشرحها ونشرحها بكلمات بسيطة وسهلة. هل نترجم؟ هل نترجمها؟ لا نترجم، ابتعدوا عن الترجمة لله الكلمات، هذا الصعب جدا، وللطلاب المبتدئين، طلاب ما المتقدم أنا أريد أن أسمع الكلمة، لا أريد أن يفهموها، لا يفهموها، سيفهمون من خلالها كلمات أخرى، ولن تستطيع إيصالها لا صورة ولا شرحا ولا ماذا، وواصل التقليد لن يفهمون ذلك. لن يفهم الدرس لأنه يعتمد على هذه الكلمة مترجمها في هذه الحالة مترجمها، لكن كلمة غير مهمة الآن وأريدهم أن يفهموا معناها أقول اذهبوا ابحثوا عنها بماذا؟ في المعجم، افتح المعجم وابحث عنها، إعادة القراءة نعم شرح معنى الكلمة العربية الآخرين، وذكرت النقطة الأخيرة البحث في المعجم، لكن قلنا البحث في المعجم لا يكون توجيهات لتدريس المفردات، عالج عددا محددا من المفردات في الوقت الواحد، عالج التعبيرات بقوالبها الكاملة، عالجها بسياقات طبيعية، ضع المفردات الجديدة بسياق معلومة أو معنى بسياق معلومة تراكيب المفردات، بسياق معلومات معلومة
أو بسياق معلومة تراكيبه ومفرداته لذلك يتم التركيز على المفردات الجديدة. أنا آتي له بمثال على المفردات أدخلها في سياق وآتيه بسياق صعب جدا، الجملة كلها غير مفهومة. اذهب الآن فصل كل كلمة بمفردها وطال عليك الوقت، وإنما تدخلها في كلمة تأكد أن المفردات نازلة من سورة الله إلى آخره. درس تطبيقي في المفردات دائما يتم انظر واسمع أو واعد فوق تحت. هذا ماذا استخدم؟ ماذا نستخدم هنا؟ فوق تحت أمام خلف يمين شمال في ماذا نستخدم؟ إشارة مباشرة. نعم، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال وفي، فنستخدم الإشارة. ثم تجعل الطلاب يمارسون بعدها. نعم، قلم الآخرين فوق تحت في، تجعلهم يطبقون هذه المفردات وأنت تجيبهم وهم يتكلمون مجموعة بالجمع والإفراد. أسلوب عرض المفردات في كتاب المعلم، اطلب من الطلاب إلقاء نظرة على كل الصور إذا كان هناك صور، لأن قلنا تعلم المفردات عن طريق الصور تبقى ثابتة في ذهنه. اطلب منهم التركيز على الصورة الأولى فقط، يفهموها يعرفوها ويعرفوا مفردتها، ننتقل إلى الصورة الأخرى. انطق الكلمة ثلاث مرات نطقا واضحا متميزا بينما يستمع الطلاب. انطق الكلمة، وهنا حتى عند تعليم المفردات المعلم يراعي كذلك الصوت. الكلمة فيها حرف الحاء، فيها حرف العين، فيها حرف الضاء، ينطقها نطقا صحيحا سليما. نعم، اختر بعض الطلاب لنطق الكلمة فرديا وصوب أخطاءهم، اطلب منهم استخدام المفردات في سياقها. أخيرا، هل أعالج المفردات معالجة مباشرة أو أكتفي بالمعالجة غير مباشرة؟ الجواب عندهم. الذي جواب إذا كان صعبا غير مباشر، إذا كان واضحة بطريقة غير مباشرة. أظن كلمة كرسي من المتفق عليها في اللغة. ما هو الكرسي؟ خلاص مباشرة، وأجلس أشرح وأوضح ما هو الكرسي ومما يصنع وأرفعه وأعيده وحده. الذهاب للوقت من غير فائدة. هنا الكلمات الجديدة تعالج مباشرة، وكل كلمة بحسب طبيعتها أعطيها الوقت المناسب. العنصر مداخلة أخرى، سؤال آخر. بالنسبة لعنصر التراكيب الشرح أو التوضيح أو المداخلة في مدونة. ونواصل إن شاء الله غدا المدرسين والمدرسات، وما شاء الله خاصة للمتواصل، خاصة للمتواصل هؤلاء الطلاب وطالبات متخرجون من الحكومية ولم يعرف حتى الهدف في قراءة القرآن. هؤلاء الممتلئين الآن يشاركون في ماذا؟ في تدريب نطق الحروف لدى المتوسط، فلا سيما في اللغة العربية، لا سيما في اللغة العربية. نحن وجدنا كثيرا المفردات المختلفة مع الآيات القرآنية. فلدي سؤال، كيف نعلم الطلاب الممتلئين والمتوسطين خاصة في بداية الصف مع لأنهم ليس لديهم تقوى في المفردات، كيف نفرق وماذا ندرس إلى هؤلاء الطلاب؟ هل نستطيع أن نفرق هؤلاء في الصف؟ هذه للمبتدئين في اللغة وهذه للمتقدمين في اللغة، الاصطياد أو نواصل الإشارة
في الوقت المحدد. إذا كان بالإمكان، أولا إذا كان بالإمكان أن نعهد إليه بالقدرة أن يفرق ما بين الأمور، لديه إمكانيات، فهذا هو الأمر وهو الأساس. ولكن هنا ستجد إشكالية أيضا، وهي عند مجيء الطلاب حتى، وسواء الآن تكلمنا مع الطلاب غير موجودين أو عند مجيء الطلاب، تكلمنا بشكل عام. إذا كان هنا سنحتاج إلى فصول أكثر، معلمين أكثر، ومعلمين أكثر. لكن الطلاب نأتي الآن طلاب في نقطة ذكرتها سأتكلم عنها وهي كثرة القرآن الكريم وصار من المفردات، هذا غير. في القرآن الكريم اجعله يحفظ، وعلمه النطق والحفظ. دعك من المفردات ستفهم، المفردات ستفهم، لأن حتى الذي هو في اللغة العربية وفي البلاد العربية يقرأ القرآن كثير من الكلمات لا يعرف معناها، ربما يعرف المعنى الإجمالي أو ربما حتى لا يعرف، لكن يعرف النطق الصحيح والسليم. لذلك نحن قلنا من أين أتى علم الأصوات؟ من خلال القرآن والقراءات، إذا يتعلق بماذا؟ بالنطق. أما من خلال المفردات، إن أمكن تقسيم الطلاب بحسب اختلاف معارفهم وثقافاتهم وعلومهم فهو أحسن، وهذا أفضل، هذا سيجعل نتيجة قوية ومثمرة. الطلاب المتقدمون أدخل لهم مباشرة في كذا وكذا. إذا ليس هناك ليس بالإمكان أن يجعل المعهد للطلاب المتميزين أو المتقدمين قليلا، والطلاب المتأخرين والذين ليس لديهم أي خبرة أو أي معرفة باللغة العربية ندرس الجميع وبالطريقة التي قلناها، وهي طريقة يعني تعريف الأصوات والتدريب وقضية الإشراف، إشرافهم جميعا بحسب ما نقول تفاوضهم تفاوضهم المعلمين. أحيانا لا نستطيع، المعهد لا يستطيع أن يوجد فصول أكثر وأن يوجد ماذا؟ معلمين أكثر، معلمين كثر، لكن المدرس هو ماذا نقول؟ هو رأس الحربة، والمدرس هو القائد وهو ركبان السفينة. المدرس هو الأساس، سيتحمل جهدا كبيرا وجهدا بالغا، نعم جهد كبير. وهنا تأتي مسألة المدرس وكيف يستطيع أن يوصل المفردات ومعاني المفردات إلى الطلاب على باختلاف ماذا نقول قدراتهم وتفاوتهم المعرفي. هناك من تكلم في تدريس العربية لغير الناطقين من خلال القراءة والقراءة من خلال الدورات التي حضرناها، من يرى أنه لا بد من الفصل، لا بد من الفصل، ولكن قلنا أن الفصل في الغالب غير ممكن، في الغالب غير ممكن. يأتي إلي طلاب في الصف السابع مثلا 50 طالبا أو 30 طالبا، كيف سأجعلهم قسمين وأنا لدي طلاب في الصف الثاني والتاسع؟ إلا إذا كان المعهد لا يستقبل إلا صفا واحدا، الصف السابع مثلا، هنا ربما يكون لدينا إمكانية أن نجعلهم كم؟ فصلين، لكن ستبقى إشكالية المدرسين، إشكالية توزيع النواة. هذا معنى يستقبل صف سابع فقط، ربما بالإمكان، أن نجعلهم منفردين منفردين، حتى نمشي هنا بطريقة وهنا بطريقة، هنا بطريقة أقل وبطء أقل وهنا بطريقة أسرع لكونهم لديهم خبرة. إذا كان أحد لديه كذلك لديه أن يشارك برأيه، نعم. المشاركة والإفادة وليس الاستفادة الإفادة. أنتم حضرتم هنا مفيدين لا مستفيدين فقط. تفضلوا. تفضلوا معنا في السؤال. لديه سؤال، لديه مشاركة حول القضية التي ذكرها الأستاذ، لديه إشكال يواجهه في المعهد، ولديه أو لديه حلول لما يرى أنها مشكلات تواجه المعهد، ليتفضل بها. فالمسؤولون عن اللغة موجودون يكتبون. أخواني الشيخ، كلا سمعت سيفتح فصل للإداء للغة، ولكن متى هذا؟ هذا؟ هذا سؤال عن الإداء للغة. إن شاء الله بعد سنتين
بعيد هذا التخطيط إلى المعهد، لأن الآن برامج أو ماذا نقول الآن من يدخل في المتوسطة فيواصل دراسته في إلى ثانوية، إذا من يأتي من الخارج في ثانوية فلن يعتبر كل هذا بعد الآن ستصابي من معهد مباشرة إلى ثانوية، أما من الخارج لابد أن يدخل في إعداد أولى بعد ثلاث سنوات تقريبا ثلاث سنوات تقريبا وضع تخطيط من ولكم التوفيق والقبول وأن يهدينا وإياكم بما فيه الخير.